السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم طابت أيامكم. نحن اليوم في اليوم الأول من محرم الحرام، وهو شهر الحسين صلوات الله عليه. نقدم لكم العزاء بمناسبة استشهاد سيدنا ومولانا الإمام الحسين، سلام على الحسين. أيها الأحبة، كل سنة تظهر عندنا مشكلة الكهرباء. هذه القضية التي لم تنتهي للآن على الرغم من مرور أكثر من 20 عام على العراق ما بعد 2003. طبعاً صيفنا دوناً عن البلدان الأخرى يبدأ قبل الصيف وينتهي بعد الصيف. هذه إشكالية كبرى، وهذه لا علاقة لها لا بالحكومة ولا بالناس ولا بأي نظام آخر. قضية الله سبحانه وتعالى يعني العراق بهذا الوضع. طبعا مشكلة الكهرباء كل ما يجي الصيف تبرز وتتحول إلى عامل ضاغط على الحكومة، بنفس الوقت تتحول إلى مصدر قلق للمواطن العراقي، لأنه سيحسب 1000 حساب لما سيعانيه خلال موسم الصيف. زين، عدد السكان، سكان العراق بدأ يزداد. قبل 2003 كان شقد، والآن شقد عدد سكان العراق بالإضافة إلى المباني التي استحدثت في العراق، أجهزة التكييف والسيارات كلها يعني شهدت ارتفاع في أعدادها، وكلها تنفخ هذا الهواء الحار فتزيد من حرارة الجو حرارة أخرى. لذلك صار لزاما على الحكومة، اضطرارا لابد للحكومة، أن تبحث عن وسائل لإشباع الحاجة العراقية للكهرباء. فلم يكن أمامها إلا الاستعانة بدول الجوار للتزود منها، سواء بالوقود أو بالطاقة بشكل مباشر. طبعا بمن تستعين؟ تستعين بدول الجوار، ولعل أبرز دولة تبرز في هذا الإطار هي الجمهورية الإسلامية، وهنا تبدأ المشكلة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مشكلة مع الجارة إيران، تبدأ تضغط على الحكومة العراقية للتقصير في أداء ما عليها للجانب الإيراني. هذه عملية الابتزاز السياسي التي تمارسها الحكومة الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة العراقية. هنا يتحول الموضوع الخدمي إلى ضغط سياسي. هذا موضوعنا لهذا اليوم في حلقتنا التي حملت عنوان الكهرباء نفط أسود غاز أبيض. معكم علاء فاضل، ومعي في الإعداد الإعلامي قاسم العجرش، وفي الإخراج أحمد سلام. أيها الأحبة، كما اعتدنا تعالوا معي لنقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان أزمة الكهرباء العراقية بين عراقيل واشنطن وتفاهمات بغداد وطهران، الكاتب عادل الجبوري. أزمة الكهرباء العراقية بين عراقيل واشنطن وتفاهمات بغداد وطهران، للكاتب والباحث بالشأن السياسي عادل الجبوري. أكد مكتب رئيس الوزراء في بيان له أن هذا الاتفاق يأتي في إطار الجهد الحكومي لمعالجة أزمة توريد الغاز المشغل لمحطات الكهرباء وتفادي مشكلات التمويل وتعقيدات العقوبات الأمريكية التي حالت دون استمرارية تسديد متطلبات الاستيرادات. وسيسهم الاتفاق في توفير مرونة أكثر لعملية توريد الغاز وتشغيل المحطات واستقرار إنتاج الطاقة الكهربائية. وكانت مختلف الأطراف واضحة جدا أكثر من أي وقت مضى في تشخيص أساس المشكلة وتحميل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤوليتها بسبب إقحامها الحسابات والمصالح السياسية في قضية ذات طابع اجتماعي إنساني تمس أوضاع وحياة ملايين الناس. مرحبا بكم، وانضموا معي للترحيب بالأستاذ الخبير الاقتصادي علاء الفهد، والباحث في الشأن الاقتصادي.
الاقتصادي الدكتور ضياء الدكتور. مرحبا بكما ضيفين كريمين. استاذ علاء، يوم امس اعلن وزير الخارجيه الامريكي بلينكن عن ان الولايات المتحده الامريكيه سمحت للعراق بان تسدد ديون ايران خلال 4 أشهر. هذا السماح يعني ما ادري هل هو للاستهلاك الاعلامي، يعني ابره مخدر، لانه وزير الكهرباء العراقي يقول لي الان لم تصلني تعليمات ولم تصلني اي اشاره تنذر ببدايه العمل بهذا الشكل. ارحب بحضرتك استاذ علاء وضيف الكريم استاذ ضياء وبكل مشاهدي قناتكم الكرام. مرحبا. حقيقه يعني حتى الشعب العراقي مل من كثر الوعود وتفاقم الازمه وتكرارها في كل عام. المشكله اليوم اصبحت بين الولايات المتحده وجمهوريه ايران الاسلاميه بتسديد المبالغ، والعراق هو الضحيه. يسدد المبالغ كان من المؤمل انه بوساطه مصرف في سلطنه عمان يتولى هذا الموضوع، لكن لحد الان هذا المصرف ما استلم الا مبلغ 20,000 دولار من مبالغ قد تصل الى اكثر من 2 مليار دولار. المشكله بالولايات المتحده لا تسمح بوصول هذه الاموال الى جمهوريه ايران الاسلاميه نتيجه العقوبات الاقتصاديه، والعراق يحتاج الى الغاز الايراني. بالمقابل تم الاتفاق بين الحكومه العراقيه. بس هذا عفوا استاذ، هذا يعني استهداف مباشر للمواطن العراقي. نعم، هذا هو يعني مساله استهلاك اعلامي لهذا الوضع. في كل عام تتكرر نفس المشكله، التوسل بالولايات المتحده من اجل السماح بتسديد المبالغ دون ان تكون هناك حلول، دون ان يكون هناك حل جذري لهذه المشكله، سواء بانتاج الغاز في داخل العراق او بنصب محطات اخرى تعتمد على الطاقه النظيفه تسد الحاجه. لكن المشكله باقيه ومتفاقمه. المشكله سياسيه اكثر ما هي اقتصاديه، خلينا نقول نتحدث بكل صراحه. اليوم ظلال مشكلة الولايات المتحدة مع جمهورية إيران الإسلامية تلقي بظلالها على العراق، واللي يدفع الثمن هو الشعب العراقي بنقص الطاقة الكهربائية نتيجة عدم التسديد أو عدم وصول إمدادات الغاز بشكل اللي تحتاج المحطات. وهذا طبعا المشكلة في كل صيف وفي كل عام كانت هناك سماحات لمدة 3 أشهر يتم منحها من قبل الولايات المتحدة للعراق لاستداد المبالغ، بعدين عند انتهاء يتم هناك تمديد، وهذه أيضا دوامة مستمرة، هي وسيلة للضغط السياسي على جمهورية. هذا معناه ان الذين المرجفين الذين يحاولون النيل من الجمهورية الإسلامية طبعا بسبب انقطاع الغاز. نعم. من باب ألم يكن عليهم من باب أولى ان يتوجهوا باللوم للجانب الأمريكي الذي يمنع إيران تريد استحقاقاتها، شو تسوي يعني؟ يعني المشكلة هي مشكلة الولايات المتحدة، هي المسؤولة الأكبر عن هذا. نعم. الملف. نعم. باعتبارها أولا لم تعطي مجال لشركات أن تدخل للعراق وتبني محطات مثل شركة سيمنز اللي كان عندها رؤية استراتيجية لحل مشكلة الكهرباء خلال 5 سنوات في زمن حكومة السيد العبادي. قدمت هذه الرؤية لكن الولايات المتحدة اعترضت وأرادت أنه شركة جي إي، باعتبار أنه هناك اتفاقية استراتيجية بين العراق والولايات المتحدة، المفروض هذا الحكومة العراقية ترمي بثقلها كلها على الولايات المتحدة، هي المسؤول الأكبر. ولا ليس من المعقول أنه على مدار 20 سنة ما يتم حل مشكلة الكهرباء إذا كانت هناك إرادة حقيقية أمريكية لحل هذه المشكلة، لكن الإرادة هي غائبة. والحكومة خلينا نكون بكل صراحة مكتوفة الأيدي أمام إجراءات الولايات المتحدة باعتبارها أنه صاحبة السطوة الأكبر بهذا الملف. فالحكومة مكتوفة الأيدي سواء من استيراد المحطات أو من السماح بدخول شركات أو من استيراد الوقود، كل هذا الأمر مرهون بيد الولايات المتحدة الأمريكية وهي صاحبة القرار الأكبر. دكتور ضياء، يعني مقولة بلينكين أنه السماح للعراق لفترة 120 يوم لتسديد الديون الإيراني، يعني كأنما يصور للناس أن القضية أو المشكلة مشكلة الكهرباء ستشهد حلا جذريا حقيقيا بعد هاي 120 يوم، وهذا خلاف الواقع يعني. طيب وين جنرال الكتريكي التي فرضت كبديل عن سيمنز؟ وين سيمنز نفسها اللي راح السيد رئيس الوزراء للاتفاق معه؟ طيب احنا صار واضح ان الولايات المتحده الامريكيه تتحكم في موضوع الكهرباء وتستعمله كضاغط سياسي على الحكومات العراقيه المتعاقبه. طيب يا ولايات متحده، عفونا نعيش على الفانوس، نعيش على التشوله، بس بعيدا عنكم، لما لا يسمح للطاقات العراقيه ان تمارس دورها وستصنع حل؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم.
بداية شكرا لك أستاذ علاء، تحية مساعية أيضا جمهوركم الكريم والأستاذ علاء، حقيقة يعني من فترة ما شايفينه فرصة سعيدة. الموضوع قطاع الطاقة، يعني موضوع قطاع الطاقة هو ما ينفصل لا عن يعني لا الكهرباء ولا أيضا النفط وحتى الغاز. ليش؟ لأنه يعني الموضوع مترابط جدا. أنت تلاحظ الآن مثلا محطات الطاقة الكهربائية أما تشتغل بالوقود الثقيل أو تشتغل بالغاز أو بالاثنيناتهم سوا. لذلك هذا القطاع يجب كان يجب أن يصار إلى دمج قطاع يعني وزارة الكهرباء ووزارة النفط بوزارة واحدة. ليش؟ لأنه بعض الإشكالات خاصة فيما يتعلق بتجديد الأموال لهذه الوزارة أو تلك، هذا واحد. أنت جنابك أو السادة الجمهور الكريم يتساءل ليش الولايات المتحدة تفعل هذا الفعل بما يتعلق بالكهرباء وضغطها على العراقيين فيما يتعلق بالكهرباء. يعني أنا قد لا أكون مجانب الحقيقة إذا ما قلت أنه هناك ضعف لدى المسؤول العراقي فيما يتعلق بإمكانيته وقدرته على التفاوض مع الجانب مع أي جانب كان، بغض النظر عن اسمه الولايات المتحدة غيرها فلان كذا هاي الدولة هذه. زين، لذلك تشوف أنه طالما المفاوض ضعيف الطرف الآخر يستغل هذا الأمر ويفرض شروط قد تكون تعجيزية. يعني شوف، يعني هو عفوا منين يجي الضعف للمفاوض العراقي؟ الضعف قلة خبرة يعني لو شنو؟ بس قلة خبرة. يعني أنت مرات أتكي على 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 جهة معينة، هذه الجهة تفرض علي إملاءات أنه أنا أكون يعني أحادي هذا أو ذاك الطرف على حساب من؟ نعم. على حساب مصلحة المواطن. نعم. هذا موضوع. الموضوع الآخر يعني أنتم يعني هم تبرز للأمريكا مرة أخرى بالتأكيد كونها هي التي تمارس ضغطا على المفاوض العراقي الذي يظهر بمظهر الضعيف مع أنه ليس بالضعيف. هو لا، هو بالضبط. شوف سأل على هو بالضرورة يعني يعني السلطات أو من يتحكم بالإدارة العامة إدارة الدولة هو بالضرورة راح يختار أناس ضعفاء فيما يتعلق بالتفاوض. لأنه هو هذا مرسوم، الدور مرسوم إلى لا يمكن أن يخرج عن الصورة العامة. الإخوان بالوزارات حقيقة أو تحديدا وزارة الكهرباء ووزارة النفط لغاية اللحظة ما قدروا يستثمرون الطاقة الكهربائية أو حتى الطاقة النفط والغاز. يعني احنا من 2007، انا اتخطر من 2007 احد اعضاء مجلس النواب واللي كان رئيس لجنة النزاهة النيابية في ذاك الوقت زين اعترض على مذكرة يعني توقيع مذكرة مبادئ تفاهم مع شركة بريتش بروتيريوم فيما يتعلق بحصر الغاز. ليش؟ لأنه كانت الفكرة أنه يعطون هذه الشركة يعطوها 17% من الأرباح، من مجمل الأرباح. السيد النائب في وقتها اعترض على أنه هذا موضوع بفساد. طيب أنا أسأل يعني وحتى المواطن يعني يخليها بباله، يعني أنا إذا واحد مثلا واحد من جيراني أو أنت بجنابك تطلبني 100 دينار، يجي الأستاذ علاء يقول لك أنا أطلع لك 100 دينار من ضياء المحسن لكن بشرط أن تعطيني 17 دينار، أنت توافق لما توافق؟ قطعا توافق. نعم. ليش؟ نعم. لأنه عصفور في اليد خير. نعم. من عشرة. نعم. من عشرة على الشجرة. نعم. يعني احنا كان يفترض شركة البريتش بروتيريوم من 2010 هي حاصرة الغاز، مزودة محطات الطاقة الكهربائية اللي انت جبتها وتشتغل بالغاز، وانت تعرف ما عندك يعني وزارة او حكومة كاملة، انت تعرف انه ما عندك طاقة كافية تغذي بها محطات الطاقة الغازية اللي جبتها. اثنين ايضا ما عندك القدرة على انه تستورد مثلا حتى من ايران. يعني احنا نتحدث عن ايران بصراحة، الايرانيين او وقت الصيف يحتاجون الغاز اكثر من ذلك. احنا نحتاج يعني الى انه تكون لدينا بدائل. هاي البدائل يعني بغض النظر عن ضغط الولايات المتحدة وهي ضاغطة علينا، لكن يجب ان نفكر بجدية فيما يتعلق ب الدكتور ضياء المحسن. الاستاذ علي علاء الفهد، انتم ايضا تعالوا معي لنستمع سوية لمقطع من مقال اخر حمل عنوان عقد المقايضة بين العراق وايران وتأثيره على تركيا. الكاتب
علي عزيز الزبيدي. عقد المقايضة بين العراق وإيران وتأثيره على تركيا. للكاتب علي عزيز الزبيدي. عقد رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني اتفاقا مع إيران لتوريد الغاز مقابل النفط الأسود وفق مبدأ المقايضة التي تسمح بتسديد الكلف دون اللجوء إلى الدولار. ولا بد من تسجيل إعجابي بهذه الخطوة الذكية التي أقدم عليها العراق وقبلتها إيران لثقتها بأنها تريد فك أزمة العراق من جراء نقص الغاز الذي يغذي المحطات المنتجة للكهرباء في أشهر الذروة وهي تموز وآب وأيلول ومن بعدها لكل حادث حديث. لكن في المحصلة يجب على العراق البحث والعمل على الاكتفاء الذاتي من إنتاج الغاز العراقي. مرحبا بكم مرة أخرى وأجدد ترحيبي بضيوف الأكارم الأستاذ علاء الفهد. احنا تحدثنا ويا الجناب الدكتور المحسن عن موضوع سيمنز عن جنرال الكتريك. نعم. بس احنا مو عندنا بس سيمنز وجنرال الكتريك. عندنا المفروض اكو ربط كهربائي مع الاردن، المفروض اكو ربط كهربائي مع الخليج، يعني وين صار؟ يعني ربما انه هذا الموضوع ربط الكهربائي هل هو مجدي من الناحيه الاقتصاديه؟ هل بمنفعه؟ كم يوفر؟ يوفر 500 ميجا، حاجه العراق اليوم وانتاجه وصلت الى 26 ألف ميجا وات. 500 من مقدار 26 ما يطلع ما يشكل 5%. زين. قيل إنه 3% 2%. 2.5%. 2.5%. نحسب الضائعات 30% نتيجة النقل من السعودية ومن الأردن وصولها للعراق 30% ضائعات. بالإضافة إلى هذه الكهرباء اللي مستوردة تكون فولتيتها واطية. فتحتاج أيضا 30% خسائر بالإنتاج لرفع الطاقة رفع القدرة الفولتية وبالتالي نخسر 60% من هذه 500. فما راح يصير 1% لا يشكل 1% وكم يعني منا لثلاث سنوات أو خمس سنوات يلا يكمل الربط الكهربائي ربما يصل حاجة العراق وإنتاجه إلى أكثر من 30,100 وإحنا الآن 26 وصل إلى 30,000 ميجاوات يلا تجينا 500 وما توصل منها بمقدار 100 أو 150 ما هي الفائدة والجدوى الاقتصادية اليوم؟ هو هذا السؤال. نعم. يعني إذا هذه المعلومات اللي تفضلت بها شنو قيمة هذا العقد؟ هذه القيمة ربما هي سياسية أكثر ما هي اقتصادية. خلينا نكون صريحين. اليوم الاتجاه ببدائل اليوم حكومة السيد السوداني نرفع لها القبعة عندما فكرت بمسألة المقايضة والمبادلة مع إيران هي خطوة جريئة ومباغتة اتخذتها الحكومة العراقية من أجل توفير الغاز للمحطات بالتبادل بالمقايضة من يعني المشكلة بالتحويلات المالية. بعد إذنك أنا هذه مناسبة أثرتها جنابكم الكريم يعني. نعم. أموال العراق كلها بيد أمريكا. عائدات النفط لا تأتي مباشرة للبنك العراقي. نعم. تروح للبنك البترالي الأمريكي. بالتالي أمريكا تمتلك القدرة على أن تحدد هي بوصل. كمية الأموال نعم التي نعم تتدفق للإيران نعم وأيضا تتدخل حتى في أبواب صرفها نعم. يعني هذه اللي تفضلت بيها أنه خطوة ذكية أن حكومة السيد السوداني باغتت بموضوعة المقايضة نعم النفط الأسود مع الغاز الإيراني. الأمريكان أليس بمقدورهم أن يثيروا إشكالات على هذا الموضوع؟ يعني لا يمكن اليوم الولايات المتحدة أن تثير أي إشكال باعتبار أنه النفط العراقي نفط الأسود بشهادة منشأ من العراق يمكن لجمهورية إيران الإسلامية أن تبيعه بالسوق العالمية دون أي مشاكل باعتبار أنه في شهادة منشأ عراقية ومنافس عراقي. هذا جانب. الجانب الآخر مسألة المقايضة لا تتحكم بها الولايات المتحدة نتيجة عدم وجود تحويلات مالية والمشكلة اليوم تكمن بآلية التحويلات المالية ودخولها إلى جمهورية إيران الإسلامية. هذا جانب. في جوانب أخرى حكومة السيد السوداني تريد أي طريقة اليوم من أجل إنقاذ الوضع المأساوي سواء كان الاتجاه للمحطات الأهلية المولدات الأهلية بمنح وقود بالشكل مجاني أو بشكل مدعوم مقايضة مع جمهورية إيران الاتجاه لها. كل الاتجاهات اليوم متاحة أمام الحكومة من أجل توفير الطاقة الكهربائية خصوصا بفصل الصيف. لكن هذه الخطوة يعني ألا جاءت متأخرة كان من المفروض أنه قبل موسم الصيف تستعد الحكومة إلى هكذا أزمة تقراها استقراءا أنه ستكون أزمة. يعني اليوم حتى التاجر على مستوى القطاع الخاص عندما ينزل إلى السوق لديه قراءة
لحجم العرض والطلب مستقبلا، خصوصا في المواسم، مواسم اللي تشهد مواسم ذروة. كان المفروض أنه تكون هناك رؤية قبل لا يدخل موسم الصيف، تكون هناك حلول واتجاهات، بحيث كنا في مرحلة الربيع كانت يعني تأمل الشعب العراقي أن المشكلة حلت، وتجهيز وصل إلى 18 بل وصل إلى 20 ساعة في اليوم الواحد، كأنما المشكلة طبعا في هذا الجانب أشار سيد رئيس الوزراء، نعم، قال نحن بدأنا بالعمل لتجهيز الصيف قبل أن يأتي الصيف لكي نتمكن من تقديم حلول مسبقة. دكتور ضياء، الولايات المتحدة الأمريكية سبب كل المشاكل التي يعيشها العراق، هي التي يعني تحكمت بالكهرباء، هي التي تحكمت بسعر صرف الدولار، هي التي صنعت داعش، كل البلاوي التي يشهدها العراق منشأها الولايات المتحدة الأمريكية. أرد أتجه بك اتجاه شوية نحكي بالسياسة، يعني أمريكا ما تدرك أن العراقيين يعني يأبون الضيم والرضوخ بهذه الطريقة، ليش يعني نايمين رغد يسيئون للعراق؟ السفيرة الأمريكية تتدخل بكل التفاصيل، وحين يأتي الصيف ولشعورها بأن الصيف في العراق لا يطاق ذهبت الولايات المتحدة وتركت العراقيين، في حين أنهم هم الذين يتحكمون في موضوع الكهرباء. نعم، يعني قبل لا أجيب على سؤالك لا، خلي بس أنوه إلى موضوعة الأزمة. واقعا يعني لغاية اللحظة وأكثر من برنامج وأكثر من مناسبة تحدثنا أنه الحكومة العراقية أو الحكومات العراقية متعاقبة، ما عندها قدرة على أنه القدرة على استكشاف الأزمات أو حتى إدارة الأزمة. نعم، استشراف يعني. موضوع إدارة الأزمة موضوع جدا سيء، يعني أنا يعني أتوقع ما لا يتوقع مشكلة هذه حقيقة نعاني من عدها من سنوات كثيرة. يعني أنا الجناب الأستاذ علاء يتحدث عن أنه في فصل ربيع كان ساعة تجهيز 20 ساعة، نعم، لكنه انت هذا يعني وضع متقلب، ليش؟ لان انت تحول انت من موسم الى موسم اخر، فبالتالي قطعا اكو كثير من الاجهزه ما راح تشتغل، فيبقى الحمل واطي على الكهرباء، فتستقر الكهرباء الى 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 هذا الرقم من ساعات التجهيز. لكن انت لما توصل الى درجه الحراره نصف درجه الغليان بالبصره الان مشكلة. اكثر من نصف درجه، طيب هذا شو يعني احنا اني قبل حوالي اسبوعين كنت بالبصره درجة الحرارة ثق واعتقد الساعة 8 الصبح ما أقدر أطلع بثمانية الصبح، يعني أول ساعات النهار ما أطلع، طيب أنا لما أوصل 12 الظهر شو أسوي؟ هذا واحد. السفيرة الأمريكية المحترمة سيدة رومانسكي يبدو أنها أنجزت ما عليها قبل حلول الصيف، يعني تعرف الصيف لاهب، فأنجزت الكثير من الأمور من خلال اجتماعاتها، وتعرفون يعني سلسلة اجتماعات متعاقبة اجتمعت بكل الفعاليات السياسية وأخذت الأوكي وطارت إلى الولايات المتحدة. نعم، هذا اتهام خطير، كأنك تقول أن الفعالية السياسية تواطأت مع رومانسكي. أنا ما أتهم بالتواطؤ، لكنه أنت واقع الحال يشي أن الأمور يعني ماضية باتجاه أنه ما تريد الولايات المتحدة. كيف الآن الحديث يدور حول إلغاء الحشد الشعبي، الحديث يدور عن عودة رافع العيساوي وأسامة النجيفي وكذا، وهاي الشخصيات اللي عليها مؤشرات كثيرة. طيب إحنا رافع العيساوي إحنا ندري، مو أسامة أخوه، لا رافع العيساوي، أنا الآن أتحدث عن رافع العيساوي، أتحدث عن رافع العيساوي اللي يظهر على شاشات التلفاز وفي منصات الاعتصام ويقول إحنا كذا من كذا راح نسوي اسمه، مو راح نتجه إلى بغداد. طيب هذا وهذا تصوير غير اعترافات في مكتب حمايته واعترافات المسجلة بدون ضغط، زين، وكثير من الامور، وهذا زين. هذه شنو الصوره اللي راح ترسم بوجود هذه الشخصيات؟ اذا اكو 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 لاعب خفي يلعب بالفعاليات السياسيه، زين، حتى تدخل هذه، ولا هو دخلت، لانه الان احنا يعني شفنا الان اليوم امس
تشكيل كتلة سياسية باسم الحسم، أعتقد حسم أو كيسي أقولش ثابت العباسي وغيره من أسماء، وهذه كلها موجودة، أسماء ورافع العساوي وأيضا صور موجودة. هذا اللي أتحدث عنه، يعني مو نظرية مؤامرة جنابكم الكريم، هذه مو نظرية مؤامرة، لا هذا واقع حالي ينطرح في السوق من خلال وسائل الإعلام. طيب شنو اللي راح يصير بعد ذلك؟ يعني أنا جنابك أنا بس أعرج على فقط على سعر صرف الدولار. سعر صرف الدولار يعني مزاد، هو مو مزاد، نافذة. احنا نتفق على أنها يعني مؤامرة أمريكية، واحدة من مؤامرات الولايات المتحدة. يعني واحدة من مؤامرات الولايات المتحدة، ليش؟ لأنه احنا البلد الوحيد، روح هسه انت دول العالم كله، البلد الوحيد اللي سوينا مزاد عملة. طيب هو المزاد المزاد عرض وطلب، بمعنى انه انا الان يفترض بالبنك المركزي يعرض الدولار يعني يعرض الدولار بدون ما يحدد سعره. زين، والمتعاملين اللي يردون يرغبون بالشراء يعرضون سعر الشراء، عرض وطلب، عرض الشراء، ايش قد يشتري بيش بقد يشتري بالسعر ويبيع على البنك المركزي. انت البنك المركزي محدد ب 1320 و10 ويبيع ب 1320، تعرف؟ خلي اراويك انا ما راح احكي على التحويلات الخارجيه، لا راح احكي على التحويلات النقديه، وعذرا الاستاذ علاء بس خلي شوي انطيني مجال، بس شوي الوقت، بس انطيني مجال خلي اقول لك. احنا المبيعات النقديه غير التحويلات الخارجيه اكثر من 32 مليون دولار. اذا افترضنا انه كل دولار يربح ايش قد 120 دينار، تعرف سنويا اكثر من مليار دولار تربح مكاتب الصرافه، اكثر من مليار دولار. هذه المليار دولار اللي نحكي عنها تحتاجها وزاره التربيه حتى تبني مليون الف مدرسه، تبني ألف مدرسة. طبعاً هو هذا مزاد العملة. طيب هو الذي فرضته الولايات المتحدة. هاي هو هذا الفرض على ليش؟ إحنا ليش تفرض علينا الولايات المتحدة أبيع؟ أنا وين أكو دولة تبيع دولار؟ هسه طيب. راح نجي على كوارث أخرى هسه نسأل عنها حضراتكم بوصفكم مختصين بالمجال الاقتصاد والمال. الأستاذ علاء، يعني كاتب المقال الأستاذ علي عزيز الزبيدي، أريدك تناقش لي هذه العبارة في الواقع. يعني يقول هذا الاتفاق، يعني اتفاق النفط الأسود مقابل الغاز، يقول هذا الاتفاق يشكل ورقة ضغط على تركيا ويفرض عليها قبول شروط العراق بشأن استئناف تصدير نفط كردستان عبر ميناء جيهان التركي، كما أن الوفد المفاوض العراقي يستطيع إرغام تركيا على قبول شروطه في حال كان وفدا قويا في التفاوض. راح ارجع اسال حضرتك استاذ علاء، عفوا انا بس اللي حق اسال. لا انا تساؤلك يقودني لا تساؤل. نعم، اليوم المفاوض العراقي هل يمتلك مفاتيح القوه بحيث يكون يفرض؟ احنا قبل الفرض هي قائم على هذا الاساس، يعني قبلها مشكله المياه مع تركيا، وعندنا مبدا التجاره الخارجيه مع تركيا، ولا لم تلك قوه تفاوض ونفرض عليها اطلاقات مائيه، فتح اطلاقات مائيه. هذا جانب. الجانب الاخر تصدير النفط عبر ميناء جيهان، هناك عقوبات دوليه ومبالغ واجبه الدفع. هل يتم هاي المبالغ اكثر من 21 مليار دولار واجبه السداد على تركيا؟ تركيا لحد الان تمتنع، وحكومه اقليم كردستان لا تسدد. هل من المعقول الحكومه العراقيه هي غير مستفيده انه تسدد هذه المبالغ ومن اجل استئناف التصدير من جديد؟ هذه طبعا مس الامن وين؟ يعني احنا شفنا العقوبات او الغرامات الماليه التي فرضت على العراق للكويت، بداوا يستقطعونها من التعويضات. هذه واحد تعويض. اليوم احنا لماذا، يعني سالت حضرتك تساؤل قبل هذا، ليش اموال النفط تذهب الى حساب الدي اف اي الولايات المتحده؟ البعض يتحدث من اجل حمايه هذه الاموال، خصوصا انه هناك دائنين لم يدخلوا ضمن نادي باريس، وهناك ديون سواء كانت ديون خليجيه او ديون عربيه او طلب تعليمات، يعني من اجل حمايه الاموال. ايضا اليوم مساله تصدير النفط وعودتها، ربما نتحدث عن تفاوض شبه مستحيل، لا نمتلك به مفاتيح القوه. اليوم مفاوضنا العراقي مثل ما ذكر الاستاذ ضياء لا يذهب وهو متسلح ب
أمور تعطيه مبدأ لا يذهب مستقلاً إنما مستقلاً وقوياً لديه أجندات مفروضة عليه. اليوم إحنا الكثير من الملفات اللي تحتاج إلى تفاوض نحن ضعاف بها ولم نكسب أي طرف. مثلاً الحقول اليوم المشتركة بيننا وبين الكويت وبيننا وبين الجمهورية الإسلامية وبيننا وبين السعودية التي لم يذكر فيها العراق بالمرة. لم يذكر فيها العراق أيضاً مسألة المفاوضات مع حكومتنا في داخل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان. هل نمتلك قوة مفاوضة بحيث نفرض على حكومة إقليم كردستان الرضوخ للقوانين السائرة اليوم والحكم الدستور اللي مفروض اليوم إنه نكون في كل سنة على حكومة إقليم كردستان أن تسدد ما قيمته 450 ألف برميل، وهذا طبعا مجرد حبر على ورق بالموازنة. هنا يقال أن المفاوض العراقي قادر على أن يحدد الحقوق والمستحقات، لكن الطرف الآخر يستقوي بالخارج والخارج له القدرة على أن يتحكم بالوضع العراقي. لماذا اليوم شوف عندما الحكومة المركزية عن طريق مجلس النواب فرضت تعطيل الكثير من الأمور في الموازنة وعدم إقرارها إلا في حالة أنه الوفد المفاوض من إقليم كردستان يرضخ للحكم الدستوري ولمطالب الحكومة المركزية، لكن بالمقابل تم الاتفاق والتوقيع وتطلق الأموال إلى إقليم كردستان، ولكن لا تلتزم حكومة إقليم كردستان حتى بدخول هذه الفقرات اليوم، دخول ديوان الرقابة المالية للرقابة على الأموال ودخولها، وأيضا الاستعانة بطرف ثالث شركة عالمية تدقق حسابات إقليم كردستان مع الحكومة الوسط ديوان الرقابة المالية. أيضا ربما هذا إذا امتنع سيتم اللجوء إلى فعلا أم مجرد مادة مذكورة بالقانون دون اليوم إحنا لا نمتلك بكل صراحة. اليوم بين المركز والإقليم لا توجد هناك قوة تفاوض بحيث أوقف الأموال التمويل إلى أن يلتزم إقليم كردستان بما عليه من واجبات لحكومة. هذه حقوق محافظة البصرة، محافظة الجنوب المحرومة من أبسط الخدمات. الاستعانة بطرف ثالث هو مقترح ينال من حيثيات الحكومة يعني الاعتبارية. نعم قوتها. على أي حال ضيوف الأكارم أنتم أيضا تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان العراق بين غاز إيران وكهرباء الأردن، الكاتب عباس سرحان. العراق بين غاز إيران وكهرباء الأردن، للكاتب عباس سرحان. أن ملف الكهرباء واستيراد الغاز الإيراني خضع لمزاج السياسة الأمريكية التي لعبت على هذه الأزمة وعرقلت حلها سنوات بهدف الضغط على الحكومات العراقية وإخضاعها لهيمنة القرار الأمريكي، إلى أن لجأ الجانبان العراقي والإيراني إلى اتفاق المقايضة في التفاف ذكي على الهيمنة الأمريكية، وسرعان ما انعكس هذا الاتفاق على ساعات تجهيز المواطنين العراقيين بالكهرباء، فأصبحت 12 ساعة في اليوم بعد أن كانت 6 ساعات يومياً، ولم يدم الصمت الأمريكي طويلاً حيال اتفاق النفط مقابل الغاز، حيث تحرك ناشطون عراقيون موالون للبيت الأبيض لإثارة الغبار حول الاتفاق واعتبروه هدرا بالموارد العراقية لصالح إيران. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، كما أجدد ترحيبي بضيوفي الأكارم، الخبير الاقتصادي الأستاذ علاء الفهد، الباحث في الشأن الاقتصادي الدكتور ضياء المحسن. مرحبا بكما مرة أخرى وأخرى. دكتور ضياء، حتى طبعا بدنا نحكي حتى يطلع العراقيين، يتم تحويل الاموال العراقيه من الدي اي اي نعم بالطائره من امريكا الى البنك المركزي العراقي. هذا انت تحدثت عنه يعني. ويقال ان كل طائره تحمل نصف مليار فقط. كل طائره هذا الواقع اللي دا يصير، يعني تحمل نصف مليار دولار فقط. هسه راح نعرف ليش. ويتم دفع تكلفة النقل والحماية والتأمين من الخزينة العراقية. هذا منهد؟ هو هذا ليش؟ هذا ليش؟ احنا منقول ليش؟ هذا ليش؟ هي ألف ليش؟ يعني إيه؟ احنا لا، هو المبلغ مبلغ 100 مليار 200 مليار لما يقسم إلى نصف 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 إيه؟ حتى تتعدد التكاليف. تكاليف النقل والتأمين. نعم. شوف استاذ، تأمين والحماية. احنا لغاية اللحظة احنا من نتحدث قبل شوية كنا نتحدث انه احنا المفاوض العراقي ما عنده نية يبحث عن مصلحة البلد. هو هاي المشكلة. ليش؟ بس هذه مفروضة فرض يعني، ولا يستطيع. لا العراقي، لا العراقي ما ترى ما شوف الفرض
نعم تفرض عليه، لكن انا عندي قدره على الاستجابه وعدم الاستجابه. من قال ذلك؟ خليني اقول لك. من قال هذه فرضيه ربما لا واقع لها. الان روسيا والمغرب بس المغرب جاب على ايش اسمه وجاوا احنا موضوع وين. نعم ولي. نعم روسيا والمغرب يعني. روسيا والمغرب الان تتفاوض على على تسديد التبادلات التجاريه بالعمله المحليه. يعني بالروبل الروسي وبالدرهم المغربي. ليش احنا ما نسوي مثل العراقيين؟ العراق يقدر عمليه. اي نعم عمليا يقدر، لكنه عفوا دكتور الاموال بدي اي لا خلق دي اي هذا واحد يعني من عيد ابيع نفط. النفط هو انا شبي يعني هو اصلا العراق ما يبيع بس النفط. نعم انا هسه من عيد ابيع الكوريا الجنوبيه او للهند، اروح ابيع للهند النفط العراقي بالروبيه الهنديه، ماكو مشكله. لا بس هذا رد التنسيق ويا مجلس الامن. لا لا ما لا لا ما لا 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 خلق لك احنا على العراق يجب ان يخرج من عباءة الولايات المتحدة بصريح العبارة، حتى لا نروح نلوف لا يمنى ولا يسرى. يجب ان يخرج العراق من عباءة الولايات المتحدة عفوا. كيف يروح؟ اول شيء يتخلص من الهيمنة الاقتصادية. ما هي امريكا صايرة مثل اللزقة السوداء ما تتخلص منها يا سيد الفاضل. خلي اقول لك اللزقة انا صاير لزقة مو يعني انا مطي فرصة انه ذلك الزق بيهم. انت ليش الان تعاملاتك كلها بالدولار؟ مبيعاتك كلها بالدولار. تجي انا بس خلي ارجع بس شوية الى موضوع الاتراك. حقيقة الأتراك عندنا مشكلة وياهم فيما يتعلق بالمبالغ وحتى بفتح خط جيهان. الأتراك الآن يحاولون يدخلون كطرف أساسي بالتفاوض بين المركز والأكراد فيما يتعلق يعني، وهذا قد يفرض إنه قدرة يعني إنه الأتراك يكونون شركاء في تصدير النفط العراقي، شركاء في تصدير النفط العراقي، يعني ياخذون نسبه من الاموال اللي ممكن تصدر، وهذا حقيقه مشكله. هذا ليش وين راح نرجع؟ راح نرجع الى ضعف المفاوض العراقي اللي تحدث عنه الاستاذ علاء وقال احنا المفاوض العراقي ما عنده بيده يعني ادوات قدره على التفاوض. يعني انا لما الميزان التجاري لا والله عندي قدره، انا لما الميزان التجاري اليمين لصالح تركيا ب 20 مليار دولار وقف تعال انت الان انت تستفاد من عندي ب 20 مليار دولار، افتح لي اول مره افتح لي المي، اريد 1500 متر مكعب. اريد تطلع قواتك المحتله من شمال العراق. اريد الى ان اني حتى تستفاد من 20 مليار دولار. ما تريد فيما لا اروح عندي خطبان ياس اللي البعض يتحدث عن عدم قدره العراق على وهنا راح تطلع لك امريكا تقول لك راح تفيد وهذا قانون قيصر طيب وعدي خط ينبع بالسعوديه. ليش ما وضعت يدها عليها على هذا الخط؟ بالمناسبه يقال ان السعوديه تقول انه صار ملكي نتيجه لا بالمناسبه يعني. من كان ايام السيد الكاظمي ايام السيد الكاظمي انا مع 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 كل الملاحظات عليه المملكه العربيه السعوديه اقترحوا عليه انه يسلمونهم الخط، لكن هذا دعم الكاظمي لكن الاخوه في وزاره النفط لم يبالوا، واذن من طين واذن من عجين. احنا مشكلتنا ساد علاء خلي اكون صريح وياك يعني صريح نعم نفسي. انا صريح نعم. ويا نفسي قبل نعم. اي واحد احنا مشكلتنا عدم قدرة المفاوض العراقي على معرفة وين مكامن القوة اللي هو يمتلكها كبلد. يعني وين مكامن القوة؟ أنا عندي يعني معقول أن العراق هذا كله تاريخه وهو ضعيف؟ العراق دكتور يوصف على أنه يمتلك طاقات وخبرات قوة يعني ما عنده قوة، لكنه شنو طالما الإملاءات اللي الخارجية اللي تجيني من هذا طرف أو ذاك فبالتالي أكون ضعيف. يعني أنا أستكين. وبهذا سأتوجه بالسؤال للأستاذ علاء الفهد. أستاذ علاء، بعهد المالكي واستنادا الى قرار مجلس الامن ذي الرقم 1956 خرج العراق من صندوق تنميه العراق، لكن الولايات المتحده الامريكيه ابقت للاحتياطي الفدرالي الامريكي حق الرقابه والاشراف على مدخولات العراق وما الى ذلك. زين هو هذا
شنو قيمة أن تقول أن العراق خرج من البند السابع أو تخلص من الاحتلال؟ هو هذا مو احتلال؟ أنا صح تخلصنا من البند السابع، لكن بقينا في حسابات الدي اف اي للحفاظ على الأموال باعتبار أنه هنا نعم بند السادس. أي أنا قبل هذا عندي تساؤل اليوم، التبعية اللي موجودة كانت الحكومة السعودية مع الولايات المتحدة ولا العراق، من يكون الأقوى؟ اليوم السعودية طلعت من العباءة الأمريكية واتجهت إلى الصين وعقدت مؤتمر وعقدت اتفاقية مباشرة حتى على تصدير النفط السعودي بالإيوان الصيني بالعملة الصينية، وهناك اتفاقية لإحياء طريق الحرير وغيرها من الاتفاقيات الاستراتيجية. بدأت السعودية تتجه إلى المعسكر الشرقي مع روسيا مع إيران مع الصين، هذه إرهاصات عملية التحول اليوم العالمي. اليوم يعني اللي يمتلك القوى الاقتصادية يمتلك قوة التفاوض. نعم اليوم الولايات المتحدة ما إلها سطوة وما إلها أي شيء إذا كانت هناك من يقف بالضد لكل هذه. اليوم الولايات المتحدة لا تريد مصلحة العراق ولا تريد مصلحة السعودية ولا تريد مصلحة، تريد مصلحتها الخاصة بالدرجة الأساس. وهذا طبعا هو تنبؤ إلى انهيار الولايات المتحدة داخليا وخارجيا هيمنتها. اليوم الرئيس الأمريكي أصبح فاقد للأهلية وفاقدا للقوة، لكن إحنا اليوم اللي باقين نتشبث ونتعكز على الولايات المتحدة رغم أنه لا تمتلك مفاتيح القوة على العراق. لذا اتجهنا للصين عندما اتجه السيد عادل عبد المهدي لإحياء الاتفاقية الصينية، سقطت حكومة عادل عبد المهدي لأنها اتجهت إلى الصين ومحاولة إحياء اتفاقية صينية وأيضا تصدير النفط بالحاجة إلى الصين، وشركات الصينية تدخل مقابل الإعمار. طبعا هذا أكبر ضربة لو تم ألبت بها، لكن يعني تكلم السيد على عادل عبد المهدي بوسائل الإعلام قال صار تفاوض أنه أوقف الاتفاقية الصينية توقف التظاهرات وترجع الأمور طبيعية. صارت نقاط سلاح سياسية بدل أن تكون اقتصادية، خصوصا أن الخطر يعني الصيني يهدد الولايات المتحدة في عمل. وهذا اللي نقوله أن تحول قضايا الخدمات والاقتصاد إلى فاعل سياسي. الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي، الباحث في الشؤون المالية والاقتصادية الدكتور ضياء المحسن، أنتم أيضا أيها الأحبة شكرا لكم. ولكن كتب معد برنامجنا الأستاذ قاسم العجرش الخاتمة التالية: بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003 سعت القوة المحتلة إلى إقامة نظام سياسي في العراق يضمن هيكليا نفوذها في مستقبل العراق، وكان النظام الاقتصادي للعراق من أهم الإجراءات في هذا المجال، والذي تم من خلال دور بنك الاحتياطي الأمريكي الفيدرالي في السيطرة على عائدات مبيعات النفط العراقي وسعر صرف الدينار وغير ذلك من الأمور التي مكنت الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على الاقتصاد العراقي. كان السبب الرئيسي لتأسيس هذا الهيكل الاقتصادي هو تحديد آلية لدفع تعويضات الدول المتضررة من سياسات صدام، والتي كان يجب دفعها من عائدات النفط العراقي في البنك الفيدرالي الأمريكي. القصة بدأت من صدام. مع السلامة.